قبل أن تكون الخرطوم عاصمة السودان كانت هناك عواصم أخرى كثيرة، ولكن تم اختيار مدينة الخرطوم باعتبارها وسط السودان لتكون بذلك نعمة من نعمها النيل الذي التقى به الجزئين الأبيض والأزرق، وصارت بعد ذلك منطقة حيوية في السودان وهي منطقة وسط البلد. الجامع الكبير ده غير انه هو للشعارات الدينيه الاسلاميه المختلفه، هو منطقه اثريه اتبنى سنه 1901 بواسطه الخديوي عباس باشا. اختيرت المنطقه دي لبناء الجامع في الجزء الغربي من ميدان الخديوي عباس. هذا الجامع عباره عن فن اسلامي متقدم جدا جدا، فيه كل انواع الفنون الاسلاميه، وكله كل هذا المصنوع من الحجر الرمل النوبي، ويئم المصلين من كل أنحاء البلاد. أنا بستوحي لوحاتي من وسط البلد اللي هي كل الملامح السودانية اللي بلقاها في وسط البلد، بحاول أجسدها في شكل لوحات وشكل الرموز، توحي إن دي الشخصية السودانية الوطنية القومية كلها بنرسمها بلوحات من داخل وسط البلد. يعني المعرض ده مستمر له يعني قريب 10 سنوات في وسط البلد، يعني اللي هو في عاصمة الخرطوم. نحن الآن في منطقة أتيني الثقافية. المنطقة دي كانت مفعمة بالحياة والفولكلور، يعني كان في ستينات القرن الماضي وخمسينات القرن الماضي دكاكين الأناتيك المختلفة وهو عرض الفولكلور الشعبي السوداني. بيجوكم منو من الزوار؟ والله طبعا زمان كان بيجوا اجانب اكثر، يعني بيجوا من ايطاليا، بيجوا من امريكا، من يعني لما كان في كلام ده من الستينات السبعينات لغايه الثمانينات كده، بعدها قلت شويه السياحه. كمان كانت السياح من مختلف الدول الأجنبية، رغم قلة السياحة في هذه الفترة إلا أنهم ما زالوا محافظين على الحرفة ومحافظين على أن يتقدم الفولكلور السوداني بأبهى الصور ممكنة وموجودة في المنطقة. أحيانا برضو تجتمع بعض الشباب لمناقشة بعض الآراء الصغيرة الخاصة بالدراسات والأشياء الأخرى خاصة في الأمسيات. من المتاحف السودانية الهامة اللي بتوثق للثقافة التقليدية السودانية متحف إثنوغرافيا السودان. المتحف ده من المتاحف يعني اللي اتأسست مبكر جدا بعد الاستغلال سنة 1956، ومتاحف الإثنوغرافيا بصورة عامة من المتاحف الجاذبة للجمهور، يعني الجمهور بيحب يزور متاحف الإثنوغرافيا عشان بيلقى فيها نفسه، بيلقى فيه حياته اليومية، الأدوات اللي استخدمها، الملابس التقليدية اللي بلبسها، الطقوس اللي بمارسها سواء طقوس زواج أو طقوس دينية أو طقوس ثانية بيلقاها ومن مختلف مجتمعات السودان. نحن أسع في المنطقة بتاعت البوسطة في مدرمان، هي منطقة بتاعت تلاغي بتاعت شوارع مختلفة، منطقة البوسطة في وسط مدرمان في غرب النيل. ونتكلم عن وسط البلد نقول والله وسط البلد في الخرطوم، اللي مدرمان ذاته بتكون جزء أساسي من وسط البلد في الخرطوم، وده جزء أصيل جدا من حضارتنا وإرثنا في العمل الثقافي في منطقة مدرمان.
هذه القبة، قبة الإمام المهدي، أبرز المعالم في وسط البلد في مدينة أم درمان. وسط البلد في أم درمان واحدة من المعالم الهامة جدا القبة اللي بتضوي الليل، قبة الإمام المهدي. بقعة أم درمان هي المنطقة الأسسة الإمام المهدي أو أسست المهدية. وأجمل ما في أم درمان هو التنوع والثراء والكم الهائل من التنوع الفولكلوري والتاريخي في مدينة أم درمان. والمنطقة دي بالذات هي كانت المنطقة المركزية أو منطقة الإدارة المركزية، بجاي عندنا سجن السائر وبجاي وبيت المال وبيت الأمانة، ودي المنطقة اللي كان كل الجيش والحكومة بتمركز فيها. الآن بقربنا هنا بيت الخليفة عبد الله التعايشي، وده تاريخ وأثر كبير جدا. والقبة وضعت هنا لأنه ده كان المنطقة اللي كان بيقطن فيها السيد الإمام المهدي رحمه الله. الحمد لله.